مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللايف المباشر هنا من قلب منتجع مارينا بمدينة أكادير. كما تشوفوا هذا المنتجع الذي أقيم في السنوات الأخيرة، منتجع جميل جدا يغرب الزيارة، وأيضا يضم مجموعة من السفن الترفيهية وغيرها من المرافق التي تضفي جمالية خاصة على هذا المنتجع السياحي بمدينة أكادير. فارس يا عبد الله شكور، تحياتي يا أخي الكريم، شكرا لك. تحية خالصة من القلب للمتتبع الوفية حليمة أحلام بيل، تحياتي لك على متابعتك للايف قناة شوف تي في، أيضا تحية لسام سامو وميمة وأيضا عطر شكور ودامون محاس. إسماعيل تحياتي لك أخي الكريم، شكرا لك. سام سامو يا أخي غادي نحاولو أن نصورها أكيد، فهي سفينة جميلة جدا، وأيضا سفينة كيلتقطو مع مجموعة من الزوار ديال هاد المنتجع السياحي، صور تذكارية لما تتسم به من شكل فريد من نوعه اللي خلاها أنها تكون سفينة مميزة بهذا المنتجع السياحي في سام سامو. عتيقاتي تحياتي أختي الكريمة، شكرا لك، إن شاء الله غادي نمدوك بكافة المعطيات التي تريدين التوصل بها عما قريب. أو تعيش يا
احسن دوكا. تحياتي لك ام هاشم، تحياتي لك اختي الكريمه، شكرا لك. ايضا زكريا عزام، شكرا لك. سعيد من الجزائر الشقيقة، تحياتي لك أخي الكريم، شكرا على تتبعك وعلى اهتمامك. هذه هي السفينة إيراد، معروفة هنا في شكل مميز، واحد شكل جميل جدا. هذه هي سفينة القراصنة هنا بهذا المنتجع السياحي. تعالي.
أختي أم هشام، لا أختي، هاد السفن فقط فهي سفن ترفيهية، كتم فيها خرجات ترفيهية بأثمنة مختلفة، صوب خليج أكادير، هذا ما في الأمر أختي، وليست سفن للصيد. زكريا عزام، تحياتي لك أخي الكريم، شكرا لك. علي عناف، هذه مدينة أكادير يا أخي، وبالضبط منتجع مارينا السياحي.